في العمر ليلة واحدة فلنعشها سويا في ضيافة منتجع وادي الساقية الحمراء. علي المساوي دريدي أبا الشيخ سير منصوري وكذا المتوفين لفائدة المتقاعدين وكذا أرامل موظفي عمالة إقليم السمارة. مسار متواصل من العطاء والبناء، مسار حافل بالمنجزات وبالمحطات البارزة والراسخة في ذهن وفي صيرورة المسار التنموي بالحاضرة الروحية والعلمية للأقاليم الجنوبية. عدسات المصورين وأقلام الصحفيين وجل المواقع الإلكترونية المتواجدة بالحاضرة العلمية للأقاليم الجنوبية، شاشة تلفزيون العيون وباقي المنابر الإعلامية تتابع عن كثب خطوة بخطوة مستجدات الملتقى الوطني الأول لجمعيات الأعمال الاجتماعية بعمالة إقليم السمارة. الكلمات وتجف الأقلام من خلال هذه اللحظة التاريخية التي تجمعنا مع جمعيات الأعمال الاجتماعية الشقيقة والصديقة. وأقول نزلتم أهلا ومرحبا في مدينتكم بين أهلكم وذويكم، نتمنى لكم إن شاء الله مقاما محمودا، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الخطوة الأولى في طريق خطوات ترتكز على تنميتنا جميعا كمجتمع مدني وكمواطنين حتى نرقى جميعا ونكون عند مستوى المطلوب في إطار العمل الاجتماعي الإنساني. نتمنى لكم التوفيق ومرحبا مرة ثانية بكم باسمي وباسم جمعية الأعمال الاجتماعية نيابة عن كافة المنخرطين وموظفي عمالة إقليم السمارة، ولا يفوتني حقيقة إلا أن أشد وأشكر جميع جنود الخفاء الذين ساهموا من قريب وبعيد على إنجاح فقرات هذا البرنامج.